خشيت فانيسا أن تظهر على وجهها آثار الصدمة التي أصابتها، في حين وقف الرجل عند الباب لثواني معدودة. أحست بأنها ترى والدها مرة أخرى، لكنه أكبر بعدة سنوات. كل شيء بدا لها مألوفا، الطريقة التي يقف ويمشي فيها، الوجه النحيف ذو التقاطع الحادة، والعينان الزرقاوان النافذتان تحت حاجبين كثيفين. وأخيرا تكلم: ها أنتما هنا معا. وحتى صوته بدا مألوفا، بحيث شعرت برغبة في القفز إليه وإخباره عن شخصيتها. لكنها تمالكت أعصابها، فقد كان يراقبها كال، ثم استدار إلى الرجل القادم ووقف له. سار أندرو ماكلين باتجاههما: صباح الخير يا كال. ثم حول نظرته الحادة إلى فانيسا وقال: صباح الخير آنسة كولينز. اضطرت فانيسا إلى مصافحته عندما استدار نحو الطاولة، فاعتذرت له لأنها استعملت يدها اليسرى وكانت ساقاها ترتجفان. هل تريد فنجانا من القهوة يا سيد ماكلين؟ سأله كال وهو يسحب له الكرسي حول المائدة. طبعا لقد شربت فنجانا في غرفتي، ولكن لا مانع عندي في فنجان آخر. استدار نحو كال الذي انشغل بسكب فنجان القهوة، ثم التفت نحو فانيسا مرة أخرى: أعتذر لأنني لم أكن هنا لاستقبالك، وأتمنى أن يكون كال قد قام بالواجب. على أي حال مرحبا بك في البيت، هل جال بك فيه؟ أجل، شكرا لك. كنا نتحدث عن أهمية الكتب الموجودة في المكتبة، إذن أنت تجدينها ملفتة للنظر. هذا جيد، لأنني أؤمن دائما بأنه من الأفضل للإنسان أن يعمل في المجال الذي يحبه. هل واجهتك أي مشاكل؟ كلا يا سيد ماكلين. كان عليها أن تنطق اسمه، أو بالأحرى اسمها، في وقت ما، وكلما بكرت كلما كان أفضل، وعندما فعلت لم تجد الأمر صعبا كما كانت تتخوف. لكن حادثا مؤسفا وقع ليدك، أنا متأسف لذلك. كان الاهتمام الحقيقي واضحا في صوته. كانت غلطتي في الأساس، وأنا متأكدة من أنها ستتحسن خلال أيام قليلة، والحادث لن يؤثر على استمرار العمل. اعتقدت في البدء أنها لن تستطيع التحدث إليه بشكل طبيعي، لكنها استطاعت، وكانت ستجد الأمور أكثر سهولة لو أن كال غير موجود. هذا الرجل الغير متوقع الذي خلق لديها شعورا بالذنب وعدم الارتياح، والذي يبدو أنه يستمتع بذلك. وهنا تدخل كال: لوري يساعد الآنسة كولينز الآن. حقا، أعطاها جدها ابتسامة خفيفة وقال: يظهر أنني أسأت فهمه، لقد رفض في البدء باعتبار أنه مشغول جدا. لعله اكتشف أنه يستطيع تدبر أمره في أي حال. ولم يكن في صوت كال أي معنى، لكن فانيسا فهمت مقصده وتمنت لو أنه يغادر الغرفة. هو الآن بعد أن زالت صدمة رؤية جدها لأول مرة، وجدت نفسها تراقبه في محاولة لتتبين ملامحه بعيدا عن أي مشاعر شخصية، كما لو أنه غريب تماما. فهذا ما يجب أن تفعله إذا أرادت ألا تنكشف قبل أن يحين الموعد الذي لم تحدده بعد. اكتفت فانيسا باحتساء قهوتها، بينما كان أندرو ماكلين يسأل كال عن أحوال البيت وعن الضيفتين اللتين زارتاه أمس. رد كال: لقد انزعجتا قليلا لأنك لم تكن هنا، لكنني حاولت جهدي أن أهتم بهما. التفت إلى فانيسا مبتسما، فردت عليه بنظرة باردة: سأتصل بهما هاتفيا في وقت لاحق، لم يكن بالإمكان الحضور أمس، فالرحلات من باريس كانت محجوزة كلها. ابتلع آخر رشفة من قهوته ووقف قائلا: يجب أن أذهب لأداء بعض الأشغال، أراك فيما بعد يا آنسة كولينز. وغادر الغرفة مثل جندي طويل يسير ثابت الخطى. خيم الصمت بعده للحظات، ثم نهضت فانيسا: يجب أن أبدأ العمل. وفجأة خطر على بالها خاطر، التفتت إلى كال وسألته: ماذا عن الغداء؟
نهض ببطء وهو يقول: الغداء، ماذا تقصدين؟ كانت تود أن تقول له: أنت تعرف تماما ما أقصد، لكنك تجد متعة في لخبطة الأمور بالنسبة لي. لكنها قالت: أقصد أين سأتناول الغداء؟ في غرفتي. رفع حاجبيه ببطء: هنا، مثل ما فعلت أمس. تنفست فانيسا بعمق وهدوء. لقد عاد السيد ماكلين الآن. كان لطفا منك أن تدعوني إلى غرفة الطعام أول مرة، لكنني مجرد موظفة في هذا البيت وأتوقع أن... موظفة؟ يا لها من طريقة رائعة للتعبير عن الذات. صحيح أنك موظفة، لكن هل تعتقدين أن ذلك يعني دعوتك إلى المطبخ لتناول الطعام في إحدى زواياه؟ أحست بأن دمها يغلي وهي تكبح جماح غضبها. هي له من رجل مكابر عنيد. أنا متأكدة أنك تعرف ماذا قصدت. أنت ضيف هنا ولا أعتقد أنك تقدر موقفي. ألا أقدره فعلا؟ وذاقت حدقتاه بغضب وهو يضيف: ستفاجئين إذا عرفت أن السيد ماكلين سيندهش، بل سيغضب إذا ما اقترحت تناول طعامك في أي مكان آخر. ولم يعد في يدها حيلة. كيف يمكن أن تخبر رجلا كهذا بأنها لا تريد أن تأكل معه لأنه يخيفها؟ إنها لا تستطيع، وعليها قبول الواقع. وبدون أن تتفوه بكلمة استدارت خارجة من الغرفة، وقبل أن تصل إلى الباب كان هو هناك أولا وقال لها: اسمحي لي أن أفتح لك الباب. شكرا لك. وخرجت بسرعة بدون أن تنتظر لترى ما إذا كان يلحقها، قاصدة المكتبة لتبدأ العمل. فهناك وهناك فقط ستجد نفسها قادرة على التفكير في الرجل الذي التقته لأول مرة اليوم، الرجل الذي هو جدها ولكنه لا يعرف ذلك. أغلقت الباب وراءها ورمت الحقيبة على أحد المقاعد. ارتدت الرداء الواقي وتساءلت عما إذا كان لوري سيأتي لمساعدتها. هو متى؟ أحست أن الحادث الذي جرى بينهما أصبح من الماضي، مع أنه وقع بالأمس فقط. وكم تتمنى الآن لو أنه لم يحدث أبدا. لقد عمل بنشاط وقدم مساعدة قيمة، لكنها بغنى عن أي إشكالات جديدة قد تزيد في اضطرابها الداخلي، ولذلك قررت أن تقمع على الفور أي محاولة جديدة منه، إذ تكفيها المشاكل مع كال وظهور جدها المفاجئ. كانت منهمكة في العمل عندما قرع لوري الباب ودخل. حيته بابتسامة صداقة وقالت: صباح الخير يا لوري. صباح الخير. ركز نظره على يدها المصابة وقال: كيف حالك اليوم؟ أفضل قليلا، شكرا لك. لكنها عادت وتساءلت: كيف عرفت؟ إذا قضيت وقتا طويلا هنا فستكتشفين أن الأخبار تنتقل بسرعة في البيت. على كل، الطاووس يفزع كل الناس. المهم أن تكوني حذرة فيما يتعلق بيدك، وأنا سأقوم بكل ما يلزم. شكرا لك. يجب أن نعمل أولا على الكتب التي أنزلتها، إذ أنني كنت بطيئة بالأمس. من الأفضل لها أن تركز الحديث على العمل والكتب. ووجدت فانيسا الفرصة لتكتشف الجانب الآخر من لوري الغارق في غبار العمل. إنه يحب الكتب فعلا، كما أنه يبذل جهدا للتصرف بشكل طبيعي، وكأنه أحس مزاجها المتعكر اليوم. مضى قبل الظهر بسرعة، بحيث فوجئت فانيسا عندما فتح الباب ودخل جدها إلى المكتبة. وعندما شاهده لوري توجه للسلام عليه: صباح الخير يا سيد ماكلين، إن شاء الله كانت رحلتك موفقة. أجل أجل، وشكرا لك يا لوري، يظهر أنك مشغول أيضا. هل تعرف كم الوقت الآن؟ واندهشت فانيسا عندما عرفت أن الساعة تجاوزت الواحدة وعليها أن تغتسل بعد. نهضت عن الأرض وهي تقول: أنا آسفة، لقد استغرقنا في العمل. أعرف ذلك، لكن يجب أن تأكلي يا ابنتي، فهيا بنا، الكتب ستظل هنا عندما تعودين. وانتظر على الباب حتى خرجا. حمل لوري سترته ووقف ينتظر خروج فانيسا، لكن كم الرداء الواقي علق بالضمادة، بحيث اضطر لوري إلى مساعدتها. شكرا لك يا لوري.
وأدركت فانيسا أن شيئا مما دار لم يفت جدها. قطعت المسافة إلى غرفتها ركضا، ثم غسلت وجهها وفكت الضمادة عن يدها وعادت مسرعة إلى غرفة الطعام لتجد أن الرجلين على وشك الانتهاء من الحساء. أنا آسفة، لكن أندرو ماكلين قاطعها بإشارة من يده وقال: لا ضرورة للاعتذار، من الجميل أن نجد إنسانا يحب عمله إلى الحد الذي ينسى معه الوقت. ثم نظر إلى كال وقال: ما رأيك أنت؟ طبعا طبعا. كانت عيناه تراقبان فانيسا وكأنهما تسخران منها، ثم أضاف فجأة: هل عملت من قبل في مثل هذا المجال؟ كلا. لقد رددت القصة المختلفة في ذاكرتها لأكثر من أسبوع، والآن سترى إن كانت ستبدو معقولة في نظر الآخرين. يجب أن لا تظهر شعورها بالقلق. عملت سكرتيرة لمدة عامين، ثم قررت التغيير بسبب بعض المشاكل في العمل. حتى الآن القصة حقيقية تماما، ولكنها لم تخبرهما عن طبيعة المشاكل التي واجهتها. أخبرني صديق يعمل في مكتب محاماة يدعى مورتون وسميث وكيمبل، وترددت أمام هذه الأسماء كي تبدو غريبة عنها، ثم تابعت: عن أن سيدا أسكتلانديا هو أنت، وأشارت مبتسمة إلى السيد ماكلين. يريد أن يعيد ترتيب مكتبته، وقد تقدمت إلى هذه الوظيفة لأنني أحب الكتب. وضع جدها ملعقة الحساء من يده وتناول قطعة خبز وقال: إذا أنت تعرفين شخصا يعمل في مكتب المحاماة؟ أجل، إنها السكرتيرة، ليست صداقة حميمة بقدر ما هي معرفة عادية. ولم تكن فانيسا كاذبة، إذ أن بات جونز تعمل سكرتيرة في المكتب، وهي لا يمكن أن تفضح حقيقتها، مع أن المعلومات الحقيقية جاءت من السيد مورتون نفسه. وهل أخبرتك عن أشياء أخرى؟ أطلق هذا السؤال تجاهها في حين كان كال يراقبها. صحيح أنه لم يكن ينظر إليها مباشرة، إلا أن تركيزه على سماعها كان واضحا للغاية، وقالت أول كذبة: لا، لكنني لم أفهم، هل تقصد أشياء أخرى عن العمل؟ حكى أندرو ماكلين خده وقال: لا لا شيء. والآن أخبريني يا فانيسا، لا مانع عندك بأن أناديك باسمك المجرد، أليس كذلك؟ كيف ترين الكتب؟ أقصد هل هناك تلف؟ استمعت إليه بتمعن، أسئلته كانت معقولة وموزونة ومركزة حول العمل الذي تقوم به، لكنها أحست بجو خفي من التوتر يسيطر على الغرفة وهي تعرف مصدره. كان كال يفكر بعمق، أي أسئلة أو أجوبة سيطرحها هذا الرجل؟ مهما كانت طبيعتها فإنه لن يلقيها الآن، بل سينتظر الفرصة المناسبة للإيقاع بفانيسا كما فعل في اليوم السابق. راقبته بحذر، يجب أن تكون مستعدة له في المرة المقبلة، لكن متى سيكون ذلك؟ أخبرها جدها في وقت لاحق من اليوم نفسه أنها حرة يوم السبت. كانت الساعة الثالثة تقريبا عندما دخل عليها المكتبة وهي وحدها، إذ أن لوري لم يكن قد عاد من الغداء بعد، ولانشغالها في العمل لم تنتبه إلى دخوله، لكن سعلة خفيفة منه جعلتها تلتفت لترى وجهه النحيف، وكما في كل مرة تراه أحست برعشة من الإشمئزاز ممزوجة بمشاعر الخوف. ماذا لو اكتشف الحقيقة قبل أن تكون مستعدة؟ قالت وهي تضع القلم من يدها: أنا آسفة، هل تريدني؟ لم أكن أدري أنك. لقد دخلت بهدوء حتى لا أزعجك، وابتسم لها، إنها ابتسامة أبيها بالذات، ثم تابع يقول: ثم وقفت أتأمل بإعجاب النشاط الذي تمارسين به عملك. نظرت فانيسا إلى لائحة الكتب الموضوعة على الطاولة، لم يكن عندها ما تقوله، إذ أن عقلها تحول فجأة إلى لوح أبيض فارغ، وفكرت أنها ستفشل حكما إذا ظلت على هذه الحال خلال الأيام القليلة المقبلة. لم ينتبه أندرو ماكلين إلى صمت فانيسا، بل تابع قائلا: أنت حرة غدا، وبالطبع الأحد أيضا، أعرف أن وسائل الترفيه غير متوفرة في المنطقة، لكن أرجوك ألا تترددي في استعارة أي كتاب تودين الاطلاع عليه.
وعندها زال الجمود عن فانيسا وتذكرت: أجل، هناك مجموعة من الجرائد القديمة موضوعة في صندوق كرتوني دلني عليها لوري، وأتمنى أن أطلع على البعض منها. تغير وجه ماكلين القوي بسرعة وبدت على ملامحه تعابير الانشراح والسرور الطفولي. يا الله، الجرائد، إنها بحاجة للترتيب أيضا. هل تعرفين أن لدي نسخا عن صحيفة تدعى أوكسفورد غازيت يعود تاريخها إلى عام 1665؟ الحقيقة أنني نسيت كل شيء عنها. وهز رأسه متابعا: أتمنى أن تقومي بترتيب هذه المجموعات أيضا. لا شك أن سنوات عديدة مضت منذ... وأطرق فجأة وبدت على وجهه ملامح الحزن. لم تشأ فانيسا أن تحرق جو الصمت لأنها شعرت بوجود هذا الحزن المفاجئ، فحبست أنفاسها وانتظرت وهي تعرف لماذا. مضى زمن طويل، طويل جدا. مرت لحظات الحزن وعادت الأمور إلى طبيعتها. بالطبع، افعلي ما يحلو لك، وإذا أردت أن تحملي بعضها إلى غرفتك فكال. والتفت نحو الباب حيث كان كال واقفا. لقد كنت أقول لفانيسا إنها تستطيع استعارة أي صحف، فهل لك أن تحمل إلى غرفتها كل الصحف التي تريد؟ بالطبع. ونقل كال نظره من فانيسا إلى جدها وأضاف: أنا آسف للدخول عليكما هكذا، لكن السيد ماكري على الهاتف وقد حولت الخط إلى مكتبك. شكرا لك. وخرج أندرو ماكلين من المكتبة تاركا فانيسا وكال معا. استدارت بسرعة إلى عملها لأنها لم تشأ أن يرى وجهها خوفا من أن يلحظ المشاعر التي اختلجتها قبلا، كما أنها تحتاج إلى وقت للتفكير. قاطعها الصوت العميق الناعم: هل تريدين الصحف في غرفتك الآن؟ لا، شكرا لك. لم تلتفت إليه، لكنها أحست بحركته وهو يتوجه نحوها، ثم أدركت أنه بات خلفها تماما. هل تريد شيئا مني؟ كلا، أتأمل ما تقومين به فقط. كان الصوت ينبعث من وراء كتفها، وأحست فانيسا بأنها تخطئ بجمودها هذا، لذلك طوت اللائحة بسرعة واستدارت لمواجهته وقالت: إنني أسجل الكتب يا سيد غرين. سحب كرسيا مجاورا وجلس قبالتها وفي عينيه نظرة سخرية واضحة. السيد غرين، ألا تفضلين اسم كال؟ ليس بالضرورة، فأنا لا أعرفك تماما. أجابته بهدوء، لكنها تعجبت مرة أخرى كيف يشعرها هذا الرجل بالضعف عندما يكون إلى جانبها، تماما كما هو حاصل الآن. قال وهو يحرك يديه في جيبي سرواله: لكنك تنادين لوري باسمه الأول فقط. أظن أن هذا هو شأني وحدي. ونظرت مباشرة إلى كارل غرين وهي تبتسم بهدوء وشماتة. إنها تدرك تماما أن ذكر لوري ماكنزي يثير غضبه بشكل سريع وفعال، وأضافت تقول: إن أمورنا تسير على ما يرام. ارتفع حاجباه الأسودان، لكن وجهه الأسمر ظل دون تعابير واضحة. بالطبع، أما أمورنا نحن فليست كذلك. لا أعتقد. راقبته وهو يفتح علبة سجائر، وعندما قدم لها سيجارة هزت رأسها بالرفض وقالت: كلا، شكرا لك. ثم أضافت: الحقيقة أنك تحاول دائما أن تكون قاسيا وفظا معي. وتابعت في نفسها تقول: بينما المطلوب مني أن أظل هادئة. قال: أعتقد أنك تتحدثين عما جرى بعد ظهر أمس. أشعل سيجارته من الولاعة التي أضاءت جانبا من وجهه، فبدا الجانب الآخر أكثر سمرة وصرامة. أجل، من الأفضل أن تنقل المعركة إلى معسكر الخصم، فلا شك أنه يعد شيئا ما لوقت لاحق. ففي المكتبة تشعر فانيسا لسبب من الأسباب بأنها على أرض آمنة، أكثر أمنا من تلك التلة الخضراء المشمسة التي أشعرتها بأنها ضعيفة للغاية، خاصة بعد احتراق يدها. وأنهت كلامها بالقول: لقد كنت فظا بشكل يفوق التصور، خاصة أنني كنت في حالة يرثى لها بسبب يدي، وأعتقد أنك تعمدت ذلك.
أجل، تعمدت ذلك. تعجبت، كانت تتوقع منه أن ينفي، لا أن يعترف بسهولة. رمته بنظرة حادة وظلت للحظات عاجزة عن الكلام، ثم أطلقت لسانها. إذن كان موقفك سخيفا وغبيا. أنا أوافق. سحب نفسا عميقا من السيجارة والتفت يبحث عن منفضة، ولما وجدها وضعها إلى جانبه ثم قال: لكن لدي أسبابي الخاصة. حقا، وهل لي أن أعرف ما هي هذه الأسباب؟ أجابها بهدوء مثير: أنت تعرفينها تماما، أليس كذلك؟ وعاود فانيسا ذلك الشعور البغيض بأنها على وشك أن تفقد السيطرة على نفسها، لكنها هي التي بدأت المعركة وعليها أن تستمر فيها. هل تعتقد أنني لصة أو أي شيء مماثل؟ لصة. ردد الكلمة وكأنه يفكر فيها، ثم ابتسم ببطء شديد: لا، ليس كذلك، على الأقل لم أعتبرك لصة حتى الآن. اشتعلت بالغضب بفعل الطريقة التي أطلق فيها الكلمة الأخيرة، وخرجت التعابير من فمها قوية وقاسية. وماذا بعد؟ أجابها قائلا: لست أدري، ولكنني سوف أعرف. ردت عليه بلهجة آمرة: لماذا لا تغادر هذه الغرفة فورا وتتركني لوحدي؟ لست مضطرة لسماع إهاناتك، بل لست مضطرة لسماع أي شيء منك، هل تفهم؟ وقفت في وجهه وعيناها تقدحان شررا، وتمنت لو أنها رجل لتلقنه درسا لا ينساه. ويبدو أن بعضا من أفكارها وجد صدى لديه، بحيث وقف في مواجهتها بدون أن يتخلى عن هدوئه. والآن عليها أن تنظر إلى أعلى كي تراه، وهذا شيء تكرهه، لأن طوله الإضافي يشعرها بأنها أصغر منه وأضعف أيضا. اذهب من هنا أرجوك، فهذا مكان عملي ولا أستطيع أن أعمل ما دمت أنت هنا. لا ضرورة للغيظ، سوف أذهب، لكن بعد لحظات. ستكونين مجنونة إذا فكرت بطردي بالقوة. لو كنت رجلا لفعلت. تسارعت نبضات قلبها غضبا، واضطرت إلى الابتعاد عنه لأنها لم تعد قادرة على مواجهته. لكنه وضع يده على ذراعها وأعادها إلى مكانها. قولي لي. لم تدري ماذا كان في صوته، لكنها قاطعته وهي تلوي أصابعه بشدة حتى أطلق سراحها: إياك أن تلمسني، أنا أكرهك وأكره لمساتك. فهمت، تحبين لمسات لوري فقط. كيف تجرؤ؟ قاطعها قائلا: دعك من هذا، لا تقولي لي أنه لم يعانقك قبل لحظات من دخولي عليكما. صحيح. أدركت على الفور أن خديها تضرجا بالدم، مما جعل كارل يضحك. لقد كان الأمر واضحا تماما، عناق صغير عابر، لنرى كيف تقارنين ذلك العناق بهذا. وقبل أن تستطيع الحراك وضع ذراعيه حولها، وفجأة أصبحت الغرفة مظلمة لأنه صار قريبا جدا منها، إلى حد أنها ضاعت بين ذراعيه. أحست بالدفء في صدره، كان لطيفا وهادئا بعكس ما توقعت. وطالت لحظة العناق بدون أن تبدي مقاومة، وأدركت على الفور أنها مرتاحة للأمر، فاعتراها الخوف بحيث استجمعت شجاعتها وأبعدته عنها. أيها المتوحش! ورفعت يدها إلى وجهها تريد حماية نفسها من هجوم آخر وشيك. غابت عيناه الزرقاوان خلف سحابة سوداء، ولم تستطع فانيسا أن تفهم تعابير وجهه. ظلا للحظات ثقيلة صامتين في مواجهة بعضهما البعض قبل أن يغادر كارل الغرفة. وأخيرا أصبحت لوحدها، وظلت واقفة في مكانها لعدة ثوان، فالصدمة منعتها من الحراك، وفي الوقت نفسه جعلت ساقيها ترتجفان بشدة. وأخيرا استعادت روعها ورمت نفسها في أقرب مقعد. تشاغلت ببطاقة مرمية على الطاولة، لكن فكرها كان في ذلك العناق والشعور الذي ملأها خلاله. لم تكن مستاءة أو متضايقة حسب ما توقعت، فالعناق كان جميلا جدا، هذا هو الوصف الوحيد المناسب له.
تمتمت بصوت منخفض: لا شك أنني مجنونة. الموقف سيكون محرجا إذا عرف تفكيرها. إنها لا تستطيع أن تفعل شيئا الآن، كان عليها أن تصفعه حينها كرد فعل طبيعي من امرأة ترفض العناق بالقوة. لم تصفعه، لكن ليس لخوفها من ردة فعله، بل لأنها لم ترد ذلك. قررت العودة إلى العمل فورا وتنسي ما قد حدث. النتيجة الإيجابية الوحيدة التي كانت أنه توقف عن طرح أسئلته المحرجة. لا شك أنه سيعيد طرحها في وقت لاحق، لكن متى؟ أكدت لنفسها هامسة: سأكون جاهزة له المرة المقبلة، سأكون مستعدة تماما. وتساءلت عما إذا كانت تحاول إقناع نفسها بهذا القرار. انتهى يوم العمل وحان وقت العشاء. تمنت فانيسا لو أن كارل وجدها يقرران تناول الطعام خارج البيت، ولكن تبا لم يحصل ذلك. وعندما وصلت إلى غرفة الطعام وجدت رجلين يتحدثان وهما بانتظارها. استدار جدها مبتسما وهي تدخل الغرفة: ها أنت هنا أخيرا، كنت سأقول لكارل. قطع كلامه عندما وقعت عيناه على الفستان الرمادي الذي ترتديه: تبدين جميلة جدا في هذا الفستان، هل تريدين تناول أي شيء؟ شكرا لك، أريد كوبا من عصير التوت من فضلك. بالطبع، وأنت يا كارل؟ كان كارل قد توجه إلى الطاولة لتناول الكوب، وراقبته فانيسا وهو يعد كوبا لها وآخر له. ماذا حمل في نظراته إليها عندما دخلت الغرفة؟ ستعرف فورا، فقد أنهى إعداد الكوب واستدار نحوها ليقدمه لها. كان لا مباليا تماما، ولم يظهر شيء على ملامحه يمكن أن يعطيها فكرة عما يفكر به، فقط إيماءة مؤدبة وهو يقدم لها الكوب. تفضلي يا آنسة كولينز. شكرا لك، رد بانحناءة خفيفة من رأسه، وقد كانت خفيفة بحيث لم تشعر فانيسا بها، وإنما لاحظت طرف ابتسامة ساخرة لم تستمر إلا للحظات قبل أن يستدير لمتابعة الحديث مع الرجل العجوز. بعد ذلك دخلت السيدة بانكس تدفع أمامها عربة الأكل، فتوجه الجميع إلى المائدة. حبذا لو لم يكن موجودا لكانت مهمتها أسهل بكثير، لكنه سيبقى في البيت لفترة غير محددة، ومن الأفضل لها أن تعتاد هذا الواقع. جلسوا لتناول الغداء وهم يتبادلون الأحاديث العامة المسلية، وفكرت فانيسا كم ستكون الأمور مختلفة لو أنها موظفة حقيقية وليست حفيدة صاحب البيت. فهي بدأت تتمتع بعملها في الكتب إلى جانب إعجابها بالبيت، لكنها هنا في مهمة وستواصل لعب دورها تنفيذا لوعد قطعته على نفسها من أجل والدها المتوفي. نظرت مبتسمة لترد على سؤال وجهه كارل بدون أن تظهر أي مشاعر تحتمل في نفسها، وكان سؤاله عما قررته بالنسبة إلى عطلة نهاية الأسبوع. طيلة فترة العشاء كانت فانيسا تراقب جدها بدون أن يلاحظ ذلك، تتأمل حركاته وتصرفاته والطريقة التي يتكلم بها. حاولت أن تبعد عن ذهنها الصورة المسبقة التي رسمتها له من خلال أحاديث أبيها. لم تكن المسألة سهلة، فقد تصورته رجلا قاسيا متوحشا، لكن أندرو ماكلين هذا غير الصورة تماما، فهو لطيف معها. هي الموظفة إلى حد أنه يصر على أن تتناول طعامها إلى مائدته. وقبيل انتهاء العشاء اختلست فانيسا نظرة إلى جدها. سمعوا رنين جرس الهاتف من بعيد، ثم دخلت السيدة بانكس وأبلغت السيد ماكلين أن هناك مخابرة هاتفية عاجلة له. من يطلبني؟ قال إن اسمه ماكو ليامز، وتنحنحت عندما لفظت الاسم وكأنها تريد أن تقول أنه غير حقيقي. تصلب وجه أندرو ماكلين عندما سمع الاسم، وخيل لفانيسا أنها شاهدت لمحة من الغضب لم تدم إلا للحظات. اشتدت عضلات فكيه وهو ينظر إلى كارل. سأله هذا الأخير بهدوء: هل تريدني أن أرد؟ كلا،
جاء الجواب مختصرا آمرا وعاليا، ثم خرج من الغرفة. ركزت فانيسا نظرها في صحنها، لكنها لم تستطع منع نفسها من النظر إلى الرجل الجالس قبالتها. كان يراقبها بدون أن يظهر أي مشاعر، وفجأة خفق قلبها بفزع لا تفسير له، فهي لا تستطيع أن تفهم معنى نظراته عندما يكون هكذا. ففي عينيه عمق سحيق من الصعب كشفه بسهولة، وقد أدركت ذلك منذ اليوم الأول للقائه. أحست بخفقات قلبها تتسارع، فقالت بدون وعي وهي أول كلمات خطرت لها: لماذا تنظر إلي هكذا؟ أجابها بصوت ناعم وساخر: هل النظر ممنوع؟ أجابته: أنت تحدق في، وأنا لا أحبذ ذلك. لسوء الحظ هناك أشياء كثيرة لا تحبينها بي، لكنك ستتعلمين التأقلم إذا ما بقيت هنا. ولاحظت أنه شدد كثيرا على كلمة إذا. رفعت فانيسا حاجبيها وقالت: لا تخف، أنا باقية هنا ما دام عملي منتجا وناجحا، وأنا متأكدة منه. على الأقل السيد ماكلين لا يشكو مني، وهو وحده صاحب العمل. وقالت في سرها: ولذلك يجب أن تسكت نهائيا. ابتسم كارل قائلا: أنا أكيد أن عملك ممتاز من خلال ما رأيت حتى الآن. لقد تأثرت بنشاطك، لكنني أعتقد أنك تعرفين تماما ما أنت بصدده. في هذه اللحظة عاد جدها إلى الغرفة، فتوقف الحديث بينهما عند هذا الحد. نظر السيد ماكلين باتجاه كارل وبدا على وشك أن يقول شيئا، لكنه بذل جهدا للسيطرة على نفسه. شعرت فانيسا بأنه غاضب، وأدركت أنهما لولا وجودها لكانا قد تحدثا عن الاتصال الهاتفي. نظرت إلى الساعة ونهضت. لقد انتهوا لتوهم من العشاء، وتريد أن تترك الرجلين وحدهما للتباحث في أمورهما، وهي تعرف أنهما يرغبان في الانفراد أيضا. وعندما استأذنت بالانصراف بعد لحظات لم يبدي أحد منهما أي اعتراض. هرعت إلى غرفتها بهدوء وخفة، ولما وصلتها تذكرت ما قاله كارل عن أنها تعرف تماما ما هي بصدده. الأكيد أنه لم يكن يقصد عملها في المكتبة، كم أصبحت تكرهه الآن. مرت عطلة نهاية الأسبوع على أحسن ما يرام، ففي يوم السبت أخذت فانيسا خريطة أعدها لها جدها، ووجدت قرية جميلة تقع على الطرف الآخر من الوادي. وهناك أمضت فترة بعد الظهر تراقب أطفالا صغارا يلعبون في حديقة يمتد طرفها حتى الشاطئ. رجعت إلى ديستون هاوس وقت العشاء، وقد أنعشتها مناظر الريف الخلابة. وبعد تناول الطعام شاهدت التلفاز مع جدها. كانت تفضل ألا تكون معه، لكنه لم يترك لها الخيار. وبالرغم من شعورها بالانزعاج في بادئ الأمر، إلا أنها فوجئت عندما أحضرت السيدة بانكس القهوة بأن الساعة قد شارفت منتصف الليل. كان كارل قد غادر البيت بعد العشاء مباشرة. صعدت إلى غرفتها لتحضر حقيبتها، فسمعت صوت محرك سيارة يزأر نزولا باتجاه مدخل البيت. تساءلت عما إذا كان ذاهبا للقاء هيثر الجميلة. الأرجح أنه سيفعل، وفجأة وجدت نفسها تتساءل أيضا عما إذا كان يعانق هيثر بالطريقة التي عانقها فيها اليوم. ابتعدت عن النافذة وحملت حقيبتها ونزلت إلى الصالون. يا لها من أفكار سخيفة تضج في رأسها. كانت مستلقية في فراشها عندما سمعت صوت محرك سيارة الجاكوار أمام البيت، ومن خلال أشعة القمر الفضية المتسللة عبر الستائر المرفوعة تبينت فانيسا أن الساعة تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل. ولشدة استغرابها اكتشفت أنها ظلت تنتظر حتى سماع هذا الصوت. هو الآن بعد أن اطمأنت إلى عودته يمكنها أن تذهب إلى النوم. وهكذا صار. الأيام القليلة التالية كانت أيام عمل بالنسبة لفانيسا ولوري، وبقدر ما وجدت نفسها غارقة في الكتب، وجدت أفكارها مشغولة أيضا بالرجل المستحيل الذي اسمه كانوم جرين. أما مشاعرها تجاه جدها فكانت متضاربة. لا
فقد شاهدت منه ملامح من الوصف الذي أعطاه والدها الراحل، لكنه في معظم الأحيان الرجل الطيب المرح. بدأت تشعر بالارتباك الداخلي، ليتها تستطيع الثقة بأحد كي تطلب منه النصح. وفي بعض المرات كانت تجتاحها موجات من الندم، ولكنها لا تستطيع أن تبدل شيئا. الشخص الوحيد الذي يعرف سبب وجودها في ديستون هاوس موجود في لندن، ومن الصعب أن يتعاطف معها، فقد رفض السيد مورتون فكرتها من الأساس، والأرجح أنه سينصحها بترك المكان أو بالإبلاغ عن الحقيقة قبل فوات الأوان. لكنها قطعت شوطا بعيدا جدا بحيث لم تعد قادرة على التراجع. ترددت وهي ترجع كتابين قديمين جدا إلى المكتبة، وقد اعتراها شعور غريب بالوحدة والانعزال. كان الوقت بعد الظهر من يوم جمعة بارد ومظلم، وليس كالأيام التي سبقته. الغيوم الداكنة تلبد وجه السماء واعدة بالمطر الغزير، وتمنت لو أن لوري يعود من الغداء بسرعة، خاصة أنه يرافقها يوميا في عملها في المكتبة. لقد أقامت مع لوري علاقة صداقة محببة خلال أسبوع من العمل اليومي المتواصل، ومع ذلك لم تكن متأكدة من أنه أهل للثقة، إذ شاهدته عدة مرات وهو ينظر إليها نظرات تعرف معناها تماما، ولم تكن مهتمة للأمر. فقد أصبحت قادرة على التأقلم كونها غير مهتمة به كرجل. وبإصرار شديد أبعدت صورة كال عن ذهنها، كال الموجود دائما والذي يراقبها دون أن يبدو عليه ذلك. دخل كال إلى الغرفة في هذه اللحظات بدون أن يصدر أي صوت، وفوجئت فانيسا بوجوده، فسقطت الكتب من يدها. اقترب نحوها وانحنى يلتقط الكتب. يجب أن لا يرى الجد هذه الحادثة، فالكتب قديمة جدا ومهمة. سلم الكتب إلى فانيسا وهو يضحك. شكرا لك. واستدارت نصف دورة وهي تقول، لو لم تتسلل أنت إلى المكتبة لما كنت أسقطت الكتب. هل كنت أتسلل؟ نظر إلى حذائه المطاطي الخفيف وأضاف قائلا، لربما يجب أن أنتعل حذاء التسلق عندما أدخل إلى هنا. صحيح إنه سيزعجني، لكنك ستعرفين أنني هنا. ألا تفضلين هذا الحل؟ بدون سخافات أرجوك. حاولت الوصول إلى كتاب في الرف العلوي فلم تستطع رغم طولها، وكان هو أسرع منها إليه فناولها إياه. سألها بعد أن تناولت الكتاب مستعملة يدها المصابة، يبدو أن يدك أفضل اليوم. أجل، هناك ندوب حمراء فقط ستزول مع الوقت، ستزول خلال أسبوع تقريبا. هل تستطيعين الآن أخذ أول درس من تمارين الدفاع عن النفس؟ لم تستطع مقاومة العرض، ولم تكن ترغب في القبول أيضا، لكن الكلمات خرجت تلقائيا. هل الدروس للدفاع عن نفسي ضد أناس مثلك يريدون علاقي بالقوة؟ ضحك كال غرين عاليا، فبانت أسنانه البيضاء اللامعة وسط وجه كان كل ما فيه يضحك، واعترف قائلا، هذه فكرة ممتازة، ويجب أن أراقب نفسي جيدا، أليس كذلك؟ شعرت بالضيق من استمرار الحوار، لذلك ابتعدت عنه لمتابعة عملها وهي تقول، أعتقد أن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى ترتيب، لذلك يجب أن... قطعها قائلا، وخائفة أيضا. ومع أن صوته كان ناعما إلا أنه أوقفها في مكانها. ابتسمت بأفضل ما تستطيع وقالت، منك أنت؟ أبدا. كانا يحدقان ببعضهما وقد خيم جو من التوتر الذي ينذر بالانفجار في أي لحظة، واعتقدت أنه سيثير مجددا موضوع شخصيتها الحقيقية، لذلك سارعت إلى القول، إذا كنت تريد تدريبي فأنا أقبل، لكنني لست أفهم سبب إلحاحك. لقد شاهدت تعابير وجهك عندما هرعت إلى سيارتي الأسبوع الماضي، كنت عاجزة تماما. حسنا، كنت خائفة بالطبع، لكن لن تكوني في مثل هذه الحالة أبدا عندما أنتهي من تدريبك. فمتى نبدأ؟
غدا صباحا وسألته بنعومة: ألست مشغولا؟ أقصد غدا السبت. لا شيء يستحق الذكر، وأضاف بلطف واضح: حسنا، سأراك في غرفة الرياضة بعد ساعة من الإفطار. وتساءلت باهتمام ملحوظ: ماذا يجب أن أرتدي؟ لاح خيال ابتسامة على شفتيه وهو يقول: يمكنك ارتداء بذة التدريب الخاصة بالجيدو، هناك مجموعة منها، سأحضر لك واحدة عند الصباح، فذلك أفضل من تعريض ملابسك للشد والتمزق. ومع ذلك يجب أن ترتدي قميصا داخليا تحت ملابس الجيدو، قالت وهي تضع الكتب على الطاولة. حسنا، هل يمكن أن أتابع عملي الآن؟ أجل، لقد جئت لإبلاغك أنني والسيد ماكلين سنتناول العشاء في الخارج، وهو يسألك إذا كنت ترغبين في تناول العشاء في غرفتك. أفضل ذلك. ولكنها كانت تفكر بتردده عندما نطق اسم السيد ماكلين، إذ بدا وكأنه على وشك أن يضيف شيئا ثم توقف، فماذا يريد أن يقول؟ ما هو الشيء الذي يخفيه حتى الآن؟ ولم تأخذها أفكارها إلى أبعد من ذلك، فمن غير المعقول أن يعرف شخصيتها الحقيقية. ترى هل يمكن ذلك؟ وعلى الرغم مما كان يدور في ذهنه، فإنه لن يلح الآن، إذ هز رأسه مودعا وغادر الغرفة. ظلت فانيسا شاردة الذهن تراقب الباب، تساءلت وهي تعض على شفتها السفلى على المأزق الذي وضعت نفسها فيه وعما تخبئه لها الأيام المقبلة. أطل صباح يوم السبت مشرقا ودافئا بعد أن رحلت غيوم الأمس بعيدا. استيقظت فانيسا وهي تحس بقلق خفي وغريب، ثم تذكرت أن كارل جرين سيعطيها أول درس في الدفاع عن النفس اليوم. لم تعد قادرة على الثقة فيه، فباتت تشك بكل ما يقوله أو يفعله. ما هي خلفيات هذا العرض؟ وظل السؤال يلح طيلة الوقت الذي أمضته في الاستحمام وارتداء ملابسها. عليها أن تستعد لأية أسئلة محرجة قد يطرحها، خاصة أنهما سيكونان وحدهما في غرفة الرياضة. ارتدت سترة صوفية بيضاء على فستان أزرق سماوي، وانتعلت صندالا خفيفا، ثم تركت شعرها الأسود حرا منسدلا، وأخيرا لمسة من أحمر الشفاه، وها هي جاهزة الآن. كانت الساعة 8:30 عندما نزلت إلى غرفة الطعام. تعمدت النزول باكرا كي تتناول إفطارها وحيدة إذا أمكن، لكن كارل جرين كان قد سبقها، بل وعلى وشك إنهاء فطوره. حياها قائلا: صباح الخير، صباح النور. وتناولت قطعة من الخبز بعد أن جلست في مواجهته. رفع عينيه إليها وقال: تريدين بعض البيض باللحم؟ لست جائعة كثيرا. سألها بنغمة هادئة: هل أنت متوترة الأعصاب؟ نظرت إليه ببرود وقالت: متوترة الأعصاب؟ كلا، ولماذا أتوتر؟ لا شيء، لكن يبدو لي أنك، اعذري كلامي، شبه ضائعة. لابد أن خيالك يزين لك الأمور. وتابعت حديثها بحذر بالغ، لأن عينيه بدأتا البحث في تعابير وجهها. لكن الحكمة تقضي بأن لا أثقل معدتي قبل بدء التمارين. صحيح، إنه موقف سليم جدا، ولذلك قررت البدء بالتمارين بعد ساعة من الأكل. حسنا جدا، وبالنسبة إلى البذلة الرياضية فأرجو ألا تزعج نفسك بإحضارها لي، سأرتديها تحت عندما أنزل، فهناك مكان لتغيير الملابس، أليس كذلك؟ عظيم، سأجهز لك واحدة، والآن اسمحي لي أن أذهب لأستعد. وقف وأعاد الكرسي إلى مكانه ثم أضاف: لن يفطر السيد ماكلين معنا، فقد اضطر إلى مغادرة البيت باكرا، إذا سأراك حوالي، واختلس نظره إلى الساعة وتابع: حوالي 10:45 في غرفة الرياضة. أجل. راقبته وهو يغادر الغرفة، ثم سكبت لنفسها فنجانا آخر من القهوة. كم كانت غبية عندما قبلت عرضه في الأساس. في تمام الساعة 10:20 توجهت فانيسا إلى غرفة الرياضة،
وبعيدا عن ملامح الهدوء المرتسمة على وجهها، كان داخلها يعتمل بمشاعر التوتر والقلق والترقب. فمهما حدث يجب أن تخفي أحاسيسها الداخلية كي لا يشمت كارل بها. لا تراجع الآن. ترددت قليلا أمام الباب، إذ بمجرد دخولها إلى الغرفة عليها أن تستمر في اللعبة حتى النهاية. استجمعت أنفاسها وفتحت الباب بسرعة. المكان غارق في سكون عميق، فكارل جرين لم يأتي بعد. تمعنت فانيسا في فرشة الجيد الموضوعة وسط الساحة وهي تتجه إلى غرفة تبديل الملابس. وقبل أن تدخل تمهلت، إذ أنها سمعت ما بدا لها وكأنه صوت أمام الباب الخارجي. وعندما لم يتكرر الصوت استدارت لتدخل، فاصطدمت مباشرة بالرجل الذي خرج لتوه من غرفة تغيير الملابس. امتدت يدا الرجل لإسناد فانيسا. كان يرتدي ملابس الجيد البيضاء الذي طالما شاهدتها في الصور وعلى شاشة التلفاز، ولكن ليس في الواقع. وبسرعة لاحظت التغيير الذي طرأ عليه، فقد أظهرت الملابس قامته الممتلئة وكتفيه العريضين. ومن خلال فتحة السترة بان القسم الأعلى من صدره الكثيف الشعر. حاولت فانيسا استعادة توازنها بعد هذه الصدمة، ولو كانت قادرة على الهرب فورا لما ترددت، لكنه أمسك بها بقوة ولم يتركها إلا عندما هدأت. ها أنا ذا. كان صوته نقيا وعيناه مركزتين عليها. ملابسك في الغرفة الثانية، والأفضل أن أعلمك كيف تربطين الحزام حول خصرك، فهيا بنا. ابتعد عن الباب ليفسح لها مجال الدخول، وكمن يساق إلى ساحة الإعدام دخلت فانيسا الغرفة الثانية ببطء وهي مطأطئة الرأس.